إذا تحية. أرض الوطن مباشرة من هنا من مدينة بني ملال. صباح الخيرات عليكم. صباح الخيرات عليكم جميع المتابعين المشاهدين الكرام من هنا من مدينة بني ملال. عيدكم مبارك سعيد، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك هنا في المغرب. شوارع بني ملال خالية على عروشها صبيحة اليوم الثلاثاء. حركة سير وجولان خفيفة صبيحة اليوم، وبطبيعة الحال حتى واحد ما خرج صبيحة اليوم من المنزل ديالو. قلة قليلة جدا متابعينا مشاهدينا الكرام، قلة قليلة جدا من خرج من منزله صبيحة اليوم لالتزام ما بطبيعة الحال. ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وكأنها مدينة أشباح. نقترب من الساعة 10، يعني الساعة 9:09. شوارع شبه خالية متابعينا ومشاهدينا الكرام هنا بعروس وجوهرة الأطلس المتوسط مدينة بني ملال عاصمة جهة بني ملال خنيفرة. هذه الأجواء العامة صباحة اليوم متابعينا مشاهدينا الكرام وكأنها مدينة أشباح. فبطبيعة الحال بني ملال كما قلت متابعينا الكرام مشاهدينا الاوفياء لقناه الشعب قناه شوف تي في، فبني ملال المدينه ما كتعرفش هاد الاجواء يعني في باقي وسائر ايام السنه العاديه. تكون رواج حركيه في كل صباح، لكن اليوم العكس صحيح. اليوم شوارع المدينه شبه خاليه خاوية على عروشها. بطبيعة الحال كنتواجدو في شارع جوج مارس الرئيسي أحد أحياء المدينة القديمة. هدوء يعم الشوارع صباحة اليوم. فارغة فارغة هي مدينة بني ملال اليوم متابعينا مشاهدينا الكرام صباحة اليوم الثلاثاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك هنا في المغرب، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في السعودية وفي بعض الدول العربية. إذن هذه الأجواء العامة صباحة اليوم متابعينا مشاهدينا الكرام. إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق دائما. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.